فيفيفاي اختراع لهيثم دسوقي يضيف لمسة من الرفاهية إلى حياتنا اليومية. من صغري وأنا بعشق الاختراعات وبحب أعمل حاجات جديدة فيها. وفي مرة وأنا بشتغل على أحد اختراعاتي فوجئت إن شحنة جسمي بتأثر على الدوائر الإلكترونية حتى من خلال الأجسام العازلة. الابتكار مكون من ملصقات استشعار تثبت على الأسطح لتتحكم بها من خلال اللمس. وأول ما سمعت إن نجوم العلوم بيدور على اختراعات جديدة طرحت فكرتي قدام لجنة الحكم. ازاي تحول اي سطح حتى لو كان ترابيزه مثلا حتى لو كان خشب ازاي تحولها تاتش سكرين؟ عندك شيء جديد علميا شخصيا بعطيك صوتي انت تعطيني فرصه موافقه عندك اجماع اللجنه مبروك. اول ما سمعت موافقه كل لجنه الحكم حسيت ان انا ممكن انطلق من النقطه دي باختراعي للعالم كله. المهمه الاساسيه في مرحله اثبات مفهوم الفكره كانت في تحويل قطعة زجاج ورخام إلى سطح قابل للتحكم من خلال اللمس. صار التاتش؟ صار التاتش. حلو سريع. وبفتكر لما خالد نده اسمي وقال هيثم المركز الأول. بالمركز الأول هو هيثم دسوقي من مصر. كانت فرحتي كبيرة جدا وكنت متحمس أكتر الفكرة بتاعتي. في مرحلة الهندسة ابتكر هيثم ثلاثة استخدامات جديدة وهي التحكم بالموسيقى من خلال ملصقات استشعار مثبتة على ثوب الاستحمام. يلا منيح جد. التحكم بالهاتف عبر ملصقات استشعار مثبتة على لوح من زجاج. ألو؟ التحكم باستخدام المياه بمجرد اللمس. ظهرت قيمة المشروع بتاعي من خلال الاستخدامات. هيثم دسوقي من مصر. والحمد لله أخذت المركز الأول للمرة الثانية في مرحلة الهندسة وده بيمثل لي شيء كبير جدا لأن أنا مهندس. وحصيلة هذه الاستخدامات تكمن في مرحلة التصميم حيث على هيثم جمعها ضمن مشروع واحد مميز. I have a lot of work to do. هنفك كل حاجة ونرجع نركب كل حاجة. وكانت التفاصيل مهمة جدا في المرحلة دي لأن أي خطأ عندي في التصميم هبقى مسؤول عنه قدام لجنة الحكم. أنا لازم أكون موجود عشان خاطر حاجات كتير دي لو اتقطعت خلاص ما كانش ده ينفع يبقى أبيض كده. خايف يطلع حاجة غريبة يطلع حاجات ملهاش علاقة ببعض. في الآخر خالص أنا انبهرت بشكل المشروع لأني بعد ما بيكتمل وتفتح الوردة بالكامل تحس فعلا بجمالها. I don't believe myself. Okay, look at this. Okay, it's so beautiful. قدرت أعمل feedback light وfeedback sound للبطنز بتاعتي وبقى عندي شكل نهائي للمنتج اللي أنا إن شاء الله أقدر أنسجسه. في مرحلة البيزنس اشتغلت كبيزنس مان وبقى عندي خطة واضحة ومحكمة للمشروع بتاعي. وما كانش فيه أحلى من فيفيفاي اسم للمشروع بتاعي بيعبر عن قدرتي في تحويل أي سطح حوالينا لتاتش. لما بفتكر بداية مشروعي وقد إيه قدرت كاتر فاونديشن من خلال نجوم العلوم إن هي تحول لي المشروع بتاعي من مجرد ورقة إلى مشروع ضخم أقدر أنزل بيه السوق وأحجز بيه تذكرة للنهائي.